وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الدكتور حامد سالم استاذ العلاقات الدوليه. دكتور حامد بعد التحيه، كيف تابعت جوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الهند ثم اذربيجان والان اليوم في ارمينيا وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والمؤتمر الصحفي بين الزعيمين؟ اهلا بك يا فندم واهلا بالساده مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا هي جوله تاريخيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. القاهره توسع شراكتها الاستراتيجية بينها وبين الكثير من الدول، وفي إطار حرص القيادة السياسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية بقيادة الرئيس السيسي، سعى أن يكون هناك شراكات استراتيجية حقيقية بين مصر والكثير من الدول. زيارة مهمة بدأت في الهند في ظل علاقات استراتيجية بين مصر والهند منذ العام 1947. مشاركة قضيف شرف رئيسي في احتفالات الجمهورية عيد الجمهورية 74 بيعكس المكانة الكبيرة اللي بتنويها الدولة الهندية للقيادة السياسية المصرية، وأيضا علاقات قوية مع أذربيجان وتوقيع الكثير من اتفاقيات التفاهم، وأيضا زيارة مهمة اليوم واستكمالا للجهود الدؤوبة والحثيثة للدولة المصرية، زيارة إلى أرمينيا ولقاء بالرئيس الأرميني، مما يعكس أن هناك رغبة وإرادة سياسية حقيقية لفتح آفاق أرحب مع دول مهمة، في إطار أن يكون هذا يعني بناء على علاقات استراتيجية حقيقية وفقا لمبدأ رابح رابح. نعم، كيف تابعت مذكرات التفاهم ومردودها السياسية والاقتصادية على البلدين؟ يعني طبعا يعني يؤكد على أن التقارب السياسي والتوافق السياسي الكبير لابد أن ينعكس على الجوانب الاقتصادية، في ظل أن الدبلوماسية الرئاسية تسعى إلى أن يكون هناك أفاق أرحب من الناحية الاقتصادية، على اعتبار أن مصر أصبحت قبلة المستثمرين العرب والأجانب، حققت تجربة ملهمة ورائدة في الكثير من المجالات، ولديها بنية تحتية حقيقية ووضعت بيئة تشريعية استثمارية تحقق أعلى الفوائد، وأيضا على اعتبار أن مصر هي محور لثلاث قارات، القارة الأفريقية وأوروبا وآسيا، وبالتالي توطين الكثير من الصناعات والعمل على زيادة التبادل التجاري مع هذه الدول المهمة سيحقق الكثير من الفوائد للدول، في إطار السعي من القيادة السياسية المصرية وقيادات الدول الثلاث الأخرى على أن يكون هناك شراكات حقيقية ونسج خيوط قوية تحقق الاستقرار وتحقق النماء والرخاء لشعوب هذه الدول. نعم، هناك مواقف مصرية دائما داعمة لأرمينيا، وأيضا مواقف أرمينية دائما داعمة للجانب المصري في المحافل الإقليمية والدولية، هل نعتبر هذه الزيارة هو تعزيز لهذه المواقف؟ طبعا يعني سؤال مهم جدا. كلا الدولتين لهم ثقل كبير. الدولة المصرية هي أكبر دولة شرق أوسطية وأكبر دولة أفريقية، وأرمينيا في محيطها الإقليمي لديها ثقل أيضا، وبالتالي العمل على تنسيق المواقف الدولية سواء على مستوى القضايا الثنائية أو القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي ظل صراع دولي محموم وأزمات متعاقبة سواء في سلاسل الانبعاث الغذاء أو الطاقة، وبالتالي لا يمكن لأي دولة التغلب على الأزمات الراهنة الموجودة في المشهد الدولي إلا من خلال التكاتف، لن تستطيع دولة منفردة التغلب على هذه الأزمات، وبالتالي أصبح الشغل الشاغل لقيادة البلدين هو تعزيز وتعظيم العمل المصري الأرمني وأيضا الهندي وأيضا الأزري، على اعتبار أن هناك رغبة حقيقية لتعزيز وتعظيم العمل الاقتصادي في إطار الدعم المتواصل لكلا البلدين وأيضا الدعم السياسي، لأن مصر لاعبا محوريا مهما تسعى إلى استقرار النظام العالمي، ولديهم ثوابت في السياسة الخارجية المصرية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي بكل قوة إلى توحيد المواقف للتغلب على المشكلات التي تهدد الوضع العالمي وتحقق الكثير من الأزمات للكثير من الدول. دكتور فارس، يعني هذه الجولة ربما كان فيها بعض الانفرادات، يعني في زيارة الهند مصر هي ضيف الشرف الرئيسي في احتفالات يوم الجمهورية الهندي، وهذا له مدلول خاص سياسيا ودبلوماسيا، لأن الحكومة الهندية لها معايير محددة في اختيار ضيوف الشرف في هذا الاحتفال الهام بالنسبة للشعب
الهندي. اليوم هي زيارة لأول رئيس مصري يزور أرمينيا بعد إعلان الاتفاق الدبلوماسي بينهما في 1992. هذه اللقطات أو هذه الانفرادات كيف تراها دوليا وسياسيا؟ طبعا القيادة السياسية المصرية يعني لها مكانة كبيرة، وهذه هي الدلالة الواضحة من أن يكون الرئيس السيسي هو الرئيس الأول على اعتبار الرئيس المصري الأول الذي يتم اعتباره ضيف شرف رئيسي ويتم تكريمه من الدولة الهندية ومشاركته في احتفالات عيد الجمهورية، دلالة على المكانة الكبيرة اللي بتليها الهند للرئيس السيسي، في إطار أن هناك بالفعل حققت الدولة المصرية الكثير من النجاحات والنجاعات الحقيقية، وحققت استقرار نوعي كبير في منطقة الشرق الأوسط، مكانة كبيرة يعني بتحققها الدولة المصرية من خلال سياسة متزنة، سياسة رشيدة، سياسة حكيمة انعكست على حجم العلاقات بين مصر والهند. وبالتالي الدولة الهندية عندما اختارت مصر فهي اختارت مصر في شخص الرئيس السيسي الذي حقق الكثير من النجاحات، التي حققت أيضا معطيات مهمة بين الدول وانعكست بشكل كبير على أن يكون هناك تنسيقا مشتركا في الكثير من القضايا. أما فيما يخص أرمينيا، هذه هي الزيارة الأولى لأول رئيس مصري منذ استقلال أرمينيا في العام 92، وبالتالي القاهرة توسع وتنوع شراكتها الاستراتيجية من خلال حرصها على أن يكون هناك تنسيقا وتحرقا بين الشرق والغرب، وأصبح ليس الاهتمام بالدول الكبرى فقط سواء الصين أو روسيا أو أمريكا أو حتى الاتحاد الأوروبي، ولكن في ظل سعي مصر لإقامة ونزل شراكات حقيقية تحقق المنفعة المتبادلة لكل الدول، خاصة أن عام 2022 كان هو العام الأكثر زخما في السياسة الخارجية المصرية، انفتحت على أوروبا، انفتحت على آسيا، انفتحت على الإدارة الأمريكية، في ظل أن القاهرة كانت عاصمة القرار، وتم الكثير من اللقاءات والزيارات التي تؤكد على المكانة الكبيرة التي تديها الأمم المختلفة للقاهرة وقيادتها السياسية. أخيرا ضيفي الكريم، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية كل دولة تبحث عن حلول، مصر اليوم في أرمينيا تبحث عن بوابة كبوابة هامة لمنتجاتها لأسواق أوروبا، وأيضا أرمينيا تبحث عن بوابة لمنتجاتها لأفريقيا، كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟ بالفعل الوضع الاقتصادي الراهن كما أشرت لحضرتك لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال التوافق. مصر يعني قامت بجهود كبيرة، والآن يتم تسويق ما قامت به القيادة السياسية المصرية في الداخل المصري، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، والعمل على جذب الكثير من الاستثمارات إلى الأرض المصرية، لأن البنية التحتية التي تم عملها في الأعوام الأخيرة وأيضا البيئة التشريعية تجذب الكثير من الاستثمارات، لأن العائد لأي مستثمر سيكون كبيرا في ظل وجود المنطقة الصناعية لقناة السويس، وفي ظل أن مصر هي محور لقارات ثلاث كما أشرت لحضرتك، وأيضا توطين الكثير من الصناعات من خلال زيارات مهمة سواء في الهند سواء في أرمينيا سواء في أذربيجان، وأيضا هناك رغبة وإرادة حقيقية من قبل أرمينيا للعمل على زيادة حجم استثماراتها في مصر بشكل كبير. نعم، الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.